اعترف المرشد الأعلى علي خامنئي بتدخل بلاده في عدد من دول المنطقة مهاجما المجتمع الدولي لانتقاده التدخل الإيراني في العراق وسوريا واليمن وسائر دول المنطقة، معتبرا أن ذلك تم من أجل مكافحة الإرهاب ونشر قيم الثورة الإيرانية حسب تعبيره. وقال خامنئي في خطاب بمدينة مشهد مركز محافظة خراسان بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الإيراني الجديد إن المتطفلين الدوليين الذين يريدون التدخل في جميع القضايا الداخلية لمختلف مناطق العالم يحتجون علينا ويقولون لماذا يتدخل الإيرانيون في سوريا والعراق ودول أخرى، وتساءل ما علاقتكم بذلك. وتأتي هذه التصريحات عقب الكشف عن حجم الإنفاق الإيراني في سوريا والعراق واليمن لدعم الميليشيات التي تقاتل تحت إمرة الحرس الثوري وتنفذ أجندة التوسع الإيراني في المنطقة. هذا وتقود إيران المعارك في سوريا منذ عام 2012 وأنفقت على تواجد الحرس الثوري والميليشيات الأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية والسورية التابعة التي تقدر بحوالي 70,000 مقاتل. شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن إيران تمثل معضلة أساسية لدول المنطقة من خلال تصديرها للتطرف والإرهاب. وأضاف الجبير في كلمة له بمعهد بروكينغز بواشنطن أن طهران تعمل على تصدير سياساتها وتقابل كل دعوات الصداقة بالموت والدمار. وحول هذا الموضوع معنا من الرياض المختص في الشأن الإيراني أستاذ عايد الشمري. مساء الخير أستاذ عايد. بداية، المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي اعترف بتدخله في دول المنطقة وسعيه لتصدير ثورته التي لم يرى منها العالم العربي إلا الخراب والدمار. كيف ترى دلالات هذا التصريح في هذا التوقيت الحرج بالنسبة للداخل الإيراني؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. بالتأكيد أنه المجتمع الدولي جميعا ونحن في دول الخليج نعرف أن هذه التدخلات الإيرانية موجودة على الأرض، ويعني منذ تقريبا 79 منذ وصول الخميني لصدة الحكم هو يقول أن هذه التدخلات أتت بطريقة شرعية وبطلب منا أن أنظمة هذه الدول، وهذا منافي للحقيقة. نعم. فمثلا التحالف العربي عندما تدخل في اليمن كان بطلب رسمي وكان بقوات رسمية وليست ميليشيات إرهابية كما تفعل إيران. هي لم تتواجد في العراق بشكل جيش نظامي وإنما بميليشيات إرهابية طائفية، أيضا في سوريا بميليشيات من جميع، لم نجد يعني تواجد في الجيش الإيراني الرسمي، ولكن وجدنا أنه يعني هناك العشرات من الميليشيات الطائفية للأسف، سواء من أفغانستان أو من باكستان أو من العراق، أيضا في لبنان عندما حزب الله. يعني إيران كل تدخلاتها في المنطقة هي تدخلات تأتي لزعزعة هذه الدول. عندما زرعت خلايا التجسس في الكويت، وأيضا عندما دخلت في البحرين لم يكن بطلب من هذه الأنظمة، وإنما تدخل سافر. كل ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط هو بسبب نظام الملالي في طهران. نعم. ولذلك يجب علينا أن نكون حازمين وأن نتخذ موقف. نحن مدينا يد السلام لفترة طويلة لإيران، سواء في السعودية أو أنتم في البحرين. كل الدول التي تواجدت بها إيران الآن القلاقل والفتن والفشل مصيرها. كلنا يرى العراق قبل وجود إيران وبعد وجود إيران، يعني أصبح العراق يعيش في العصور الوسطى للأسف. نعم. سوريا كلنا يرى أيدي إيران
عندما تقع في أي دولة تحط بها إيران فالخراب والمصير والفتن مصيرها. نعم أستاذ عايد، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على نظام طهران بسبب سياسته الخارجية الهدامة، هل ترى جدوى لتلك الضغوط الدولية أيضا، وما هي السيناريوهات المطروحة لنظام طهران في الفترة الحالية؟ في الفترة الحالية أنا يعني يجب أن تتحد دول الخليج والدول العربية كلها لمحاولة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني أو وضع تعديلات كبيرة عليه، لأن العوائد المادية التي سوف تعود على النظام الإيراني بسبب الاتفاق النووي الإيراني بالتأكيد ستكون لصالح الإرهاب ودعم الإرهاب في المنطقة، ولن يتم صرفها على الشعب الإيراني وعلى تعليمه وعلى صحته. ولذلك يعني المطلب الأول الذي يجب أن يتحد العرب والخليجيون عليه وهو محاولة إلغاء الاتفاق النووي أو وضع تعديلات عليه. أما هذا النظام في إيران فبالتأكيد أنه لن يتغير ولن يتعدل كما قال سمو الأمير محمد بن سلمان، هو نظام قائم على أيديولوجيا وعلى عقيدة، ولا أتوقع أن يتغير في الوقت الحالي، قد يهدئ الأمور ويحافظ على مكتسباته في المنطقة، ولكن لن يغير استراتيجيته، لأن الدستور الإيراني مبني على التدخل في شؤون الآخرين. أوروبا للأسف موقفها لم يكن بذلك الحدة وبهذه بالقوة تجاه إيران، وإنما للأسف متعاطفة مع النظام الإيراني. أمريكا الآن كلنا نرى أن كل القيادات تقريبا هم أعداء لإيران ويعرفون إيران جيدا، وزير الخارجية الجديد أيضا رئيسة الأمن القومي الجديدة أيضا جون بولتون اليوم، فجميع يعني الموجودين في الإدارة الأمريكية يدركون خطر إيران. نعم. ونعول عليهم كثيرا بتحالفاتنا معهم أن يوقفوا هذا النظام الإيراني عند حده. نعم، من الرياض المختص في الشأن الإيراني الأستاذ عايد الشمري، شكرا جزيلا لك.